يزيد أكيد جن، كيف بيتجرأ يجي لهون؟ نور بانو، في شي مخبيتي عني؟ لا، شو بدي خبي؟ ليكون عرف بموضوع جاسوسي وجاي لهون يحاسبني. والله ما بعرف، بس هي مو حجة يا سليم. قلت لك ألف مرة بيزيد رح يحاول يقتلك. نحن لازم نساوي شي بسرعة، خلينا نهرب من القصر. روحي على غرفتك وخليكي جنب الأولاد. الله يخليك سليم، خلينا نهرب قبل ما يفوت الأوان. خلينا نروح ومنلجأ للسلطان. نور بانو، ساوي مثل ما عم بلك. شو صار؟ ليش وقفنا هون؟ والله يا سلطان أنا ما بعرف، بس رايح شوف شو القصة. خير إن شاء الله. ليش وقفنا؟ مصيبة كبيرة يا سلطانة. خير، شو صاير؟ المرسال رجع لهون وقال إنه سمو الأمير بيزيد جامع كل جنوده ورايح باتجاه قصر سمو الأمير سليم، وهذا الشيء إذا صحيح بيكون وصلوا على قصر منيسة يا سلطانة.
نطلع من الحديقة الخلفية يا سمو الأمير، وأنا بعرف بيت بالغابة منضل فيه لحتى يروح الخطر وبعدها إذا بدأ. شو اللي عم بتقوله غضنفر؟ مستحيل تخبى مثل النسوان. حاشاك يا سمو الأمير. سمو الأمير، أخيرا شرفت؟ هلأ عرفت بالموضوع. سمو الأمير بيزيد ليش لحتى يجي لهون مع كل هالجيش؟ أنا مو مضطر أشرح لك شي. ليش يا سمو الأمير؟ كل يلي بدي إياه إنه أعرف شو سبب المشكلة بينكم، وإلا أنا كيف رح أقدر ساعدك؟ طالما إنه بدك تساعدني روح اطلع أحكي مع تلميذك بيزيد، حاول توقفه عند حده. أكيد أنا رح أطلع وأحكي مع سمو الأمير بيزيد، بس شو اللي خلاه يحمل سيفه ويجي على قصرك؟ بترجاك فهمني شو الموضوع؟ يا باشا أنا بعرف إنه هو اللي بعتك، أنت لهلأ بعدك واحد من رجاله. إذا أنا بيصيبني أي مكروه مولانا السلطان سليمان رح يحاسبك على هالشي أول واحد. دستور حضرة سمو الأمير بيزيد. جيت لهون لأسفك كتير من الدم، رح أبعت خبر ورا الأمير سليم وهو رح يواجهني. يا فهد روح خبره لسمو الأمير سليم إذا كان شجاع يطلع يواجهني، وإلا أنا رح فوت لعنده على القصر. تأمر سموك. سمو الأمير بترجاك تتراجع وبلاها هالحرب. الأمير بيزيد أمر بحضور سمو الأمير سليم لمقابلته، حضرته عم يستناه برا. أنت ليش ما سويت شي يا فهد؟ ليش ما منعته من الجي لهون؟ كان لازم تمنعه من هالشي، لأنه بنهاية المطاف الكل رح يكون خسران. سمو الأمير سليم هو اللي غلط، لو ما حاول يقتل سمو الأمير بيزيد ما كان صار هيك بنوب. حاول يقتله؟ بعد جاسوسي على القصر وسممت سمو الأمير، وكان الأمير راح فيها لو ما وصلنا بالوقت المناسب. وهالجاسوس اعترفت الأمير سليم ونوربانو هن اللي بعتينا، وبس عرف الأمير بيزيد بالموضوع قرر إنه ينتقم منه. دخيلك يا رب، صدقني إذا ما دخلنا يا فهد رح ينسفك الدم، مفروض إنه نقنعه بأي شكل. صدقني. ليش لساته جوا؟ سمو الأمير بلكي الفهد صار معه شي جوا. حضرة سمو الأمير، سمعت باللي صاير معكم. سمو الأمير سليم ساوى خطأ كتير كبير، بس يلي عم تساويه هلأ مو صحيح. صح. هالشي إذا وصل للقصر صدقني أنت حتكون الغلطان. بنصحك إنه ترجع على قصرك. القرار خلص أخدته يا مصطفى، رح يتحاسب على كل شي ساوى معي، ما عاد أقدر سامحه أبدا. لو شو ما صار بدي حاسبه اليوم، وأنا مو خايف من حدا بنوم. دخيل
سليم انت شو عم تساوي؟ بابا؟ شو في ماما؟ عمي بيزيد ليش اجا؟ اجا ليقتله ما هيك ماما؟ لا بعيد الشر. أمير سليم، ما كنت متوقع جيتي مو هيك؟ أنت شو عم بتساوي بيزيد؟ فيني أفهم شو اللي جابك على قصري؟ وقت اللي تمرد مصطفى المزيف برملي افتريت علي ورميتني قدام مولانا السلطان، وبعدها حاولت تسرق أموالي وبعدت رجالك ليحاولوا يسرقوا مخصصاتي، بس ما اكتفيت ورجعت بعتت جاسوسي على قصري مشان تسمم لي الأكل. أنت أمرت هالمرة منشان تقتلني، وهلأ بكل وقاحة عم تسأل ليش أنا أجيت لهون؟ عن أي سم عم تحكي أنت؟ لك لمرة واحدة كون رجل واعترف باللي ساويته، لا تنكر. أنا ما أمرت أبداً، مستحيل. أنت اللي حاولت أنه تسممني، حطيت السم بشرابي. لك أنت مغفل، لهيك لا تشبهني فيك أبداً. لو كنت بدي أقتلك وأخلص منك كنت أجيت لهون على قصرك وقتلتك بنفسي. يا سمو الأمراء، الله يخليكم وقفوا، هدوا حالكم، لا تتقاتلوا. قدامك قاتلني وورجيني رجولتك يا سليم. يا رب دخيلك واقف معنا. آخر مرة بقلك بيزيد لا تتهور. فات أوان هالحكي، خلي سيوفنا هي اللي تحكي. دستور جلالة السلطان هيام. وانت وياه وصلت فيكن الامور انه تواجهوا بعض بهالطريقه؟ رح تسفكوا دم بعضكن ومولانا السلطان بعده عايش. لك انتو مجانين، انتو امراء الدوله العثمانيه العليه ولا قطاعين طرق؟ اسمعيني امي، هالمره تجاوز حده كتير. سليم سمم لي اكلي وحاول انه يقتلني. لا تصدقي عم بكذب. لك بكفي بقى، انت وياه امراء مولانا السلطان سليمان، كيف بتسوا هيك شيء؟ سلطانه شو بك امي؟ سلطانة لا حول ولا قوة الا بالله.
صحيح انه حضرتك بعتت هدايا للملك شاركان؟ بعتاد انك بتعرفي ليش بعتت الهدايا. هو صار له شهور ما واجهكم وهرب منكم مثل النسوان، يا ترى كيف رح يكون وشه لما يستلمون؟ صدقني هالحادثة رح يتناقلوها الناس لسنين طويلة. بس بدي اياكي تعرفي يا سينيورا، انا ما بستخف بقوة النساء. شفت نساء مروا بحياتي اقوى واشجع من كتير رجال بعرفهم، ومن وقتها تغيرت نظرتي. مثل السلطانة هيام؟ والله انا معجبة كتير فيها. السلطانة هيام ما لمسيل ابنهم. مزبوط، كل الناس بهالدنيا بيحكوا عن جمالها وعن حكمتها يا مولاي، وفوق هيك هي ذكية كتير. أصلاً سلطان مثل حضرتك بتلبق له سلطانة مثل حضرتك. فيكي تروحي على قصرك يا سينيورا، وإذا لزمك شي بعتيلي خبر فوراً وأنا بتكفل فيه. مولانا رجع من قديرنا بالسلامة وأنا رايح لعنده هلأ. نشكر الله أنه رجع لنا بخير وسلامة، رح روح زوره بأقرب فرصة. خديجة خانم؟ سلطانة، خبروا بيدرو خليه يجي ويجيب لي المرهم معه. رستم باشا بيعرف انه رح يجي لهون سلطانة؟ هاد مو شغلك وما لازم يعرف شي. اذا ما حدا فيكم طول لسانه وخبره لرستم باشا كله رح يكون تمام. مثل ما بدك سلطانة. سنبول مولاتي سلطانة، شلون حاسة حالك هلأ؟ أحسن إن شاء الله؟ شو عم بيصير لي يا خانم؟ شو هو مرضي؟ لما حضرتك شفتي الأمراء بهالوضع انهارت أعصابك يا سلطانة، هذا بسبب الزعل والتوتر. سنبل آغا معه حق يا سلطانة، حضرتك تعبانة بسبب الزعل وبسبب قلة الأكل كمان يا مولاتي. لكن رح روح جهز الأكل فورا للسلطانة. حليمة خانم، إذا خلصتي شغلك قومي. يلا أوعك تخبري حضرتها بشي. أنا رايح أجهز لك الدواء يا سلطانة، حاولي ما تتعبي حالك، لازم هلأ ترتاحي منيح. رح أعتبرك أنت المسؤول يا سليم إذا بيصير أي شي للسلطانة. أنت اللي إجيت على قصري رافع سيفك، جنون حضرتك هو السبب بوضع السلطانة. شلون بدك يعني فكر وأنت حاولت أنك تقتلني؟ سمو الأمراء بترجاكم توقفوا، الله يخليكم حاولوا تهدوا وشفتوا بعينكم كيف وضع السلطانة هيام. طمنيني شو وضع السلطانة؟ الحمد لله صارت أحسن، حضرتها من شوي فائت. طيب هي ليش فقدت الوعي؟ حضرتها مجهدة من السفر، وبس شافتكم بهداك الوضع انهارت أعصابها على الآخر. اسمحوا لي هلأ، أنا لازم جهز الدواء. سنبول خلي الأمراء يفوتوا لعندي. سلطانة أنا من رأيي بلاها هلأ، جنبك سمعتي شو قالت الحكيمة، لازم أنه ترتاحي وما تتعبي حالك هالفترة. مو وقت الراحة هلأ، لو ما وصلت على الوقت الله أعلم شو كان صار. يلا خليهم يفوتوا. أمرك يا سلطانة. تفضل. سلطانة
والله موتينا من الخوف عليكي. إن شاء الله ما تكوني عم تشتكي من شي يا سلطانة. شلون ما رح كون عم بشتكي وعندي ولاد مثلكن؟ طلعوا على حالتكن. شو كان رح يصير لو ما وقفتكن؟ كان رح يوصل خبر موت واحد منكن للعاصمة، وكنت رح أرجع عيش وجع خسارة ولد تاني. سلطانة ما كان بدي سبب لك الحزن، بس هو ما خلى قدامي غير هالحل. أنت شو قصدك؟ أول شي حاول إنه يسرق الذهب اللي بعتت لي يا أختي مريم، فقمت نبهته، بس حضرته ما وقف أبداً عن تصرفاته التافهة. بعت جاسوسي على قصري وحاول عن طريق هالجاسوسي يسممني ويقتلني. سليم، مزبوط هذا الحكي؟ كله كذب يا سلطانة، هو اللي حاول يسممني. لك معقول لسه عم تكذب سليم؟ خلص كل شيء انكشف وما عاد فيك تخبي الموضوع. سليم، استنى برا شوي. سلطانة. سليم، والله ما عم افهم يا سلطانة كيف المرض عم يرجع يظهر من جديد. الحكيمات عم يطبقوا المرهم مزبوط؟ ايه اكيد، ما في طريقة تشفي فيها السلطانة غير هالمرهم يا سنيور. هالمرهم كأنه ما عم بيجيب نتيجة. اكيد في طرق تانية لعلاج السلطانة. وشو هي؟ ممكن نحط علاقة. العلاقات بتنحط على التقرحات وبتسحب الدم الفاسد، أو فينا نستخدم الطين مثلاً. شو هاد يلي عم بتقوله؟ مستحيل أعمل هيك شي. في حل تاني غيرهم، بس بقى ما بعرف إذا أنت رح تقبلي تجربي. أنت قلي عن هاي الطريقة وبعدين أنا يلي بحدد إذا بوافق أو لا. الجارية اللي بعتها على قصري اعترفت لي بكل شي يا سلطانة. طلع سليم يلي أمرت حط لي السم بالأكل، وعلى لحظة كنت متت، وانت بتعرفي شو اللي صار بعدين. والله ما عم بقدر صدق، سليم مستحيل يساوي هيك، وكمان ما بظن ابدا انه طمع بالذهب تبعك، ومستحيل يفكر انه يتخلص منك، هو بضل اخوك. صدقيني اللي صار معي بالضبط قلت لك يا سلطانة. سألي لقمان اغا، هو كان شاهد. طيب بلكي واحد من أعدائك سوى هالشي لحتى يعلقكن ببعض أنت وأخوك؟ أنا عدوي شخص واحد يا سلطانة، وهو سليم. شوف، بدك تنسى هذا الشي يا بيزيد، موضوع هالعداوة بيناتكن لازم ينتهي. مو ممكن بنوب. شو قصدك بمو ممكن؟ قبل ما أجي لهون كتبت مكتوب للسلطان وخبرته فيه بكل شي، وإني رح أعاقب سليم على اللي سوى معي بنفسي. بيزيد، بيزيد انت شو ساويت؟ اذا عرف مولانا السلطان رح تكون كارثه كبيره عليكم. حضرتك ما بتعرف انه بس يغضب السلطان ممكن يدمر كل يلي حواليه. انا اجيت لهون وماني خايف من شي ابدا يا سلطانه، ولا شي. سلطانه فيك شي؟ سلطانة ويام ما رح تخلي القصة تمرق هيك، إن شاء الله ما يوصل الموضوع لإلي. اطلعوا لبرا. لك أنت شو سويتي؟ ليش كذبتي علي؟ عن شو عم تحكي يا سليم؟ الجاسوسة اللي بكوتاهيا سممت الأكل لبيزيد. أنت أمرتيها مو هيك؟ قلتلك اوعى تسويها، بس أنت ما رديتي علي وتصرفتي من راسك. أنت ما احترمتي رغبتي وتصرفتي من ورا ظهري يا نور بانو. سليم، سكري تمك. اوعى تتدخلي بشي من اليوم ورايح. والله العظيم اذا فتحتي تمك بكلمه واحده مره تانية رح اتلك بايدي، عم تفهمي؟ ادخل. سمو الامير، من شوي وصلت السلطانه هيام لهون.
يا حكيمة الله يخليكي طمنيني، قولي لي شي كلمة تعطيني شوية أمل. هالمرض أنا شفت كتير ناس عانوا منه يا سنبل آغا، بس مع الأسف السلطانة هيام أيامها معدودة ونحن ما رح نقدر نخبي هالشي أكتر. لازم تعرف الحقيقة بأسرع وقت. اصحك يا خانم، بكفي الهموم يلي فوق راسها للسلطانة. بعدين إذا انتشر الخبر والله لنوقع بفوضى كبيرة. خلينا هلأ نستنى شوية يا خانم وإلا ما نلاقي حل. يلي قاله بيزيد مزبوط؟ سلطانة هذا كله افتراءات، هو اللي حاول يسممني، كنت رح موت لولا نوربانو. طالما هيك لكان هو ليش إجا لهون؟ ليش رفع سيفه بوشك؟ في تفسير واحد لهذا الشيء، بيزيد ما قدر يتحمل إنه مولانا السلطان عيني ولي العهد ولقى الحل لحاله، بده يقتلني بإيده ويصير الوريث الوحيد للعرش. يعني كل شيء قاله أخوك ماله أساس من الصحة، مو هيك قصدك؟ طيب وشو عن محاولتك سرقة الذهب يلي بعتت له يا مريم؟ كمان كذب؟ من الواضح إنه كلامي ماله قيمة بنوب عندك، أنت بدك إياه هو ولي العهد وعلى طول بتصدقي بس كلامه. هي مو أول مرة، لك سوابق يا سليم، تعاونت مع الوزير أحمد باشا ضد بيزيد وكذبت علي كمان وأنت عم تطلع بعيوني، لساتني ما نسيت. والجارية اللي بعدتها على قصر كوتاهي اعترفت بكل شيء، فبترجاك لا عاد تكذب علي يا روحي. سلطانة أنا بكفي بكفي، أنت عم تكذب بلسانك بس أنا عم شوف الحقيقة بعيونك. خسارة، أنا مو هيك ربيتكم. اطلع واتركني لحالي. كيف مريم يا رستم؟ الحمد لله أحسن يا مولاي، وبعتت لحضرتك سلامة وإن شاء الله رح تجي تزوركم بأقرب وقت. ممتاز. سمعت إنه حضرتك جبت معك غراسيا مينديس، واضح إنك عطيها قيمة يا مولاي. حضرتك أكرمتها كتير وخصصت لها قصر كبير بمنطقة جلتا ساراي وسمحت لها تباشر تجارتها. أنا حابب اهتم بهالقصة بنفسي طالما حضرتك شايفها مهمة يا مولاي. سوكولو عم يهتم بهالموضوع، بعدين غراسيا مينديس تاجرة عندها خبرة كبيرة يا رستم وشايفها مهمة لتجارة دولتنا، وإذا استفدنا من تجربتها هالشي رح يكون له دور بزيادة دخل الدولة العالية. حضرتك بتعرف الأفضل يا مولاي. بصراحة أنتوا الاثنين خيبتولي أملي، بعتكن لهون حتى تحموا ولادي وتحاولوا تمنعوا عنهم أي خطر محتمل، بس أنتوا ما كن دريانين بشي. يعني لو أنا تأخرت شوي الله وحده بيعرف شو كان صار بولادي. مولاتي سامحيني، أنا حاولت أنه هدي الأمير بيزيد بس ما قدرت أقنعه، بتعرفي طبع الأمير بيزيد. وأنا كمان حاولت كل جهدي يا سلطانة، ومصطفى باشا بعت لحضرتك مكتوب ووضح لك فيه كل الوضع. أنت لا تحكي ولا كلمة، أنا بعتك لهون لتتخلصي من نوربانو وفشلتي بالمهمة، لهيك وصلنا لهون. أوعك تفكري رح مرقها. مولاتي حضرتك بتعرفي بخصوص الرسالة يلي بعتها الأمير لمولانا؟ ايه دريت. حاولت اني اقنعه، قلت له ما يبعتها
بس سمو الأمير ما رد علي يا مولاتي. طيب ليش ما حاولت تمنع هالرسالة توصل على العاصمة؟ لأنه حضرة الأمير عم يراقب المراسلين يا مولاتي. لو منعت المراسل ياخدها كان دري بالموضوع ورجع بعد مكتوب تاني، ولهيك أنا أخذت احتياطاتي وبعتت خبر لسوكولو باشا من ورا الأمير، وقلت له عن الرسالة اللي بعتها سموه، وفهمته أنه كتير ضروري ما توصل لأيد مولانا السلطان، والباشا رح يعمل اللازم. كيف بتساوي هيك؟ يعني ليش ما شفت رستم باشا وعطيته خبر؟ أنا أصلاً ما خبرته للباشا لأنه كان رح ينحاز للأمير بيزيد، وكان رح يقدم الرسالة لمولانا بإيده هداك الوقت. وإذا سوكولو باشا ما نجح وصلت الرسالة لمولانا السلطان؟ باشا؟ السنيورة غراسيا مينديز، الوزير الأعظم رستم باشا. حضرة رستم باشا، وأخيراً تعرفت على حضرتكم يا باشا. إنجازاتكم العظيمة بنسمع فيها بكل مكان. هلأ من الطبيعي أنه تسمعوا بهيك أمور عن الوزير الأعظم لأنه ممثل لأقوى سلطان بكل العالم يا سنيورة. كنت عم بحكي مع السنيورة عن ضرورة التسجيل لحتى تقدر تواصل تجارتها بشكل طبيعي يا باشا. حضرة الباشا، أنا كتير سعيدة لأني تشرفت بمعرفتكم يا باشا، وإذا هالشي مناسب لألكن بتمنى حضرتكم ما تردوني وتسمحوا لي أني زوركن. حضرة الباشا على طول هيك معصب؟ هو عصبي شوي. هاي السنيورة ما عجبتني بنوب. مولانا سمح لها انه تبقى بدولتنا. خلي عيونك عليها مفتحين، بدي اعرف كل خطوة بتخطيها. مولاتي مصطفى باشا، نحن سيطرنا على هالوضع الخطير بفضل مساعدتك، مع أنه هالخطر للأسف لساته موجود. سمو الأمير بيزيد كتب لمولانا رسالة خبروا فيها عن كل شيء، إن شاء الله ما توصل هالرسالة لإيد مولانا السلطان. إن شاء الله يا مولاتي. لقمان آغا خبرني بكل شيء، محمد باشا وزير ذكي، وأنا متأكد أنه رح يحل الموضوع. يا باشا، هلأ كل اللي سواه سليم بأخوه بيزيد من رأسه؟ بالحقيقة أنا سألت كل واحد موجود بالقصر عن هذا الشيء، وللأسف الكل أكد أنه يلي عم يلعب بعقل سموه الأمير زرع الفتنة بينه وبين أخوه نور بانو، وهي يلي بعتت الجارية لقصر كوتايا، ومو بعيدة أبداً إنه تكون هي يلي عطت الأمر بتسميم سمو الأمير. للأسف أنا يلي دخلت هديك الحية لحياة ابني بنفسي، وهو هلأ ما عم يقبل يتركها، وهذا اللي حيموتني. سلطانة اهدي، الحكيمة قالت إنه العصبية مو منيحة مشانك. سامحيني يا مولاتي، شغلت بموضوع الأمراء وما صار لي أسألك عن صحتي. إن شاء الله يا مولاتي ما في شي خطير. أنا بخير الحمد لله، كل القصة أني تعبت شوي من الحزن والتوتر. صار وقت الحساب يا نوربانو خانم، السلطانة هيام عم تستناكي.
مولاتي حضرتك طلبتيني، الولاد حابين يشوفوكي لأنهم اشتاقوا لك كتير. سنبل، بعت الأمير مراد والسلطانات الصغار على أجنحتهم وخليهم يديروا بالهم عليهم. أمرك مولاتي سلطانة. رح نقعد مع بعض بوقت تاني. تفضلوا معي، تفضلوا. ديروا بالكن عليهم منيح. سلطانة، أنا مو عارفة شو وصلوا لك، بس والله أنا مظلومة، وإذا ارتكبت شي غلطة بتكون بدون قصدي. سامحوني يا سلطانة. سلطانة، أنا بترجاكي تسامحيني كرمال ولادي. صدقيني أنا مالي ذنب بنوب. أنت بكل مرة كنتي تتجاوزي حدك، يعني بكل خطوة أنت خطيتيها كنتي عم تغرقي أكتر وأكتر، بس قدرتي تنجي بأعجوبة. هلأ يا خانم يلي سويتي عقوبته روحك. سلطانة بترجاكي ترحميني. بيقولوا إنه الأذى يلي بسببه الواحد لحاله ما بيقدر ألد أعدائه يسبب له إياه. انتي يا نوربانو مشيتي بطريق وسخ كتير، وبإيديكي هدول كتبتي فرمان موتك. سمو الأمير، السلطانة هيام استدعت السلطانة نوربانو لعندها والوضع ما بيبشر بالخير. سلطانة بترجاكي تسامحيني. الدموع ما رح تنفعك، انت انتهيتي يا نوربانو. شو عم بصير يا سلطانة؟ اصحك تدافع عنا قدامي. نوربانو روحي على غرفتك من بعد اذنك. هي كانت السبب ورا كل شيء. لك هي الحية بتشبه الشيطان يلي بيوسوس. هي تجاوزت حدا كتير. في سبب واحد لهالشي يا سلطانة، نوربانو عم تحمي مستقبل ولادها، وانتي أكتر حدا بيعرف الأم شو ممكن تساوي لتصل لهدفها. أنا ما بسمح لك تشبهني بوحدة مثل هي، عم تفهم؟ بدها تدفع حياتها الثمن يلي ساوته بأخوك. مستحيل اسمح لكم بهالشي. سلطانة هي أم ولادي الأربعة. يلي ساوته ما رح يمضى من دون ما تتعاقب. أي أكيد عقابة رح يكون عسير، بس أنا اللي رح حاسبها. عن إذنك.
سليمان، يا سلطان قلبي وروحي، يا سلطاني العظيم، هل يقدر لجاريتك أن تراكم مرة أخرى؟ ليتني أستطيع أن أمتع عيني برؤية وجهك، عندها سأكون أسعد إنسانة في العالم. الخوف الوحيد الذي يهز قلبي هو نسيانكم لي. إن أصبح خوفي هذا حقيقة وطردت من قلبكم، فسأذبل مثل شجرة محرومة من الماء وسأنتهي. قيس الحبة يا مولاتي، لازم سجل كل شيء، لازم دون المعلومات الخاصة بهالحبة وأعرف إذا كان حجمه عم يكبر أو عم يصغر وشوف مفعول دوائي. إن شاء الله يا مولاتي ما تكوني عم تتوجعي. حاليا مو موجوعة، بس روحي تعباني، كأنه في مخلوق بشع عايش جواتي ومسيطر علي، عم استهلك كل قوتي شوي شوي، وهادي اللي مضايقني. سنبل أغا، ليش هيك حالتك؟ وشك ما بيتفسر بنوم، في شي صاير أنا ما بعرفه يا أغا؟ اطلعي لبرا، تركيني لحالي هلا. يلا اطلعوا قدام، روحوا 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 اطلعوا. السلطانة وضع سيء يا رغا، صايبة مرض صعب ما بيرحم ابدا، وهالمرض هذا بالذات بحياتي ما سمعت إنه في حدا صابه وقدر ينفد منه. السلطانة هيام كيف إجت هيك فجأة يا سمو الأمير؟ معقول لقمان آغا خبرها؟ هذا مصطفى، بعتقد إنه خلال وجوده هون شك بأخي سليم عم خبر أمي. خبرته أكتر من خبرة كل الموجودين بهالقصر. معقول مهمته الجديدة مع الأمير سليم غيرت له ولاه؟ هو بصراحة بطبعه عنيد شوي، بس مصطفى بيمثل إرادة مولانا السلطان ومخلص لوالدتي، ومو شايف ولا سبب يخليني شك فيه ابنه. الكل رح يتضرر هون بس توصل رسالتك لمولانا السلطان، وأكيد السلطانة هيام رح تحاول إنه تخفي ذنب ابنها وتغطي عليه لتحميه. بايزيد إمتى رح يرجع لولايته؟ السلطانة هيام طلبت من سمو الأمير يضل هون شوي، واضح إنه السلطانة مو حابة إنه يروح وهو معصب. بعتقد إنه بس تهدى الأوضاع رح تحاول إنه تساوي صلح بيناتكم يا سمو الأمير. كيف رح يصير هالشي؟ السلطان رح يعرف باللي صار أولا وأخيرا، والمكتوب رح يصل لأيد السلطان. ما رح يصل يا سمو الأمير، مستحيل هالموضوع يوصل لمولانا السلطان. انت شو اللي مخليك متأكد؟ رجل الدولة الجيد المفروض انه يكون له عيون وأذان بكل مكان، لازم انه يكون عنده معلومات سواء كانت جيدة او سيئة، بس
إذا رجل هالدولة ما كان عنده حدس وقادر على التحليل، وقتها بتكون وظيفته ما إلا فايدة. أنا ما بنكر أنك أنقذتني من مشكلة كبيرة باستدعائك للسلطانة هويام، مع أني بعرف أنه بينك وبين أخي الأمير علاقة قوية كتير. باشا، أمنيتي أنه تنسى الماضي وتنهي ولائك لأخي بيازيد نهائيا، وتصير من هون ورايح عيوني وأداني وبس. من كل قلبي بتمنى أنه يكون في عندي وزير عنده خبرة مثلك. لطف منك يا سمو الأمير، بس أنا بصراحة ما بقدر أبداً أنه فضل الأمير منكن على الأمير التاني. وظيفتي بتتطلب أنه يكون على نفس المسافة بينكن يا سمو الأمير. اسمحوا لي. سمو الأمير، بركي فضح العرض اللي قدمت له يا مصطفى باشا ما بينوثق فيه أبدا. مو ضروري نثق فيه يا غضنفر، بكفي إنه يشتغل لمصلحتي. يعني هو مثل كل هالعباد، رح يفكر بمصلحته بالنهاية، وإذا فتح عيونه وشاف إنه مصلحته رح تكون بمستقبلي ووقف بجنبي، وقتها رح يتغير كل شيء. ادخل. هاي الرسالة اللي نطرها يا باشا. كتير منيح يا اسماعيل، لقمان آغا طلع معه حق اللي قاله. هذا المكتوب إذا وصل لأيد مولانا السلطان رح يكون كارثة على سمو الأمير سليم. حضرة الباشا. خير؟ شوفي، في معلومات جديدة بخصوص غراسيا مينديس. سمو الأمير بيازيد باعت مكتوب لمولانا السلطان يا باشا، بس الآغا وصل هذا المكتوب لإيد سوكول محمد باشا مباشرة. أنت متأكد يا زال؟ كيف بيتجرأ؟ معقول تكون مية البحر المالحة هي الدواء لمرضي مثل ما عم تقول؟ تسمعي بمرض الكدر يا سلطانة؟ هذا سببه الغدة الصفراوية بالجسم، إذا بتمرض هي الغدة بتسبب الحزن. الروح والجسد بيفرحوا وبيحزنوا سوا. يعني جسد الإنسان هو انعكاس لروح. الروح إذا بتتألم رح ينعكس هذا الشيء على الجسد، وهذا سبب مرضك يا سلطان. هالتقرحات يلي عم تظهر على جسمك هلأ ممكن يكون في رسالة من وراها. جبتني على البحر للداويني، بس إن شاء الله ما يصيبني مرض تاني. البحر بيشفي يا سلطانة، الهواء النظيف وأشعة الشمس. أنت كنتي محرومة من هاي الشغلات، كنتي مثل الأميرة يلي ساجنها الوحش بالقلعة. أنا سلطانة مو أميرة. بعدين أنت مين بتقصد بالوحش؟ أنت بتعرفي منيح مين بقصد. سلطانة، بجوز تاخدي برد، وغير هيك نحن تأخرنا. معك حق، رح نمشي.
وين المكتوب؟ عن أي مكتوب عم تحكي يا باشا؟ عن المكتوب يلي إجا من سمو الأمير بيازيد يا سوكولو. احكي. ما عندي علم بهيك مكتوب يا باشا. أصلاً ليش لحتى يوصل لعندي؟ أنت مفكر يعني أنه بيصير شي بهالقصر من ورا ظهري بدون ما أنا أعرف فيه يا باشا؟ أولاً وأخيراً رح أعرف بهالمكتوب وبكل شي عم تخبيه عني، وادعي لربك ما تكون شغلة كتير مهمة يا سوكولو. بما أنه لهلأ ما إجا ولا خبر من إسطنبول، معناتها سوكولو تصرف بموضوع مكتوب بيزيد. لولا لقمان يا سلطانة كنا وقعنا بمصيبة كبيرة. من اليوم ورايح لازم أنه ننتبه على كل شيء. بيزيد سلطانة، لقمان أغا من اليوم ما بدي يكون جنبي. هو اشتغل من ورا ظهري وخالف أوامري ومنع رسالتي توصل لمولانا. اقعد جنبي يا حبيبي وهدي لي حالك شوي. بيزيد، لقمان آغا ساوى زينة العقل. المكتوب اللي بعته للسلطان كان رح يدمرك. ببساطة سليم فيه ينكر كل شيء، بس أنت اجيت مع جيشك على ولاية أخوك، مستحيل تقدر تنكر قدام مولانا. ويلي بدي إياك تعرفه، أنت وأخوك سليم قطعة من روحي، وبتمنى من كل قلبي أني ما أخسر ولا واحد منكم. أنا من قلبي دعمتك ورح ضلني بجنبك، بس لا تتوقع مني اني ساوي شي شغله بالمستقبل ممكن انه تضر باخوك سليم. مستحيل. ما دام هيك اسمحي لي يا سلطانه اني ارجع على ولايتي. بالاول رح تقعد مع سليم وتتصالحوا، المفروض ننهي هاي القصه. سلطانة؟ ما في شي بيخوف وجع بسيط، اطمن يا ابني. شو صار مع سينيورا مينديس يا سوكولو؟ صارت بأسرة يا مولاي، وبتشكركن كتير. هي ما حبت تضيع وقت فبلشت بتجارتها مباشرة، وبعد كم يوم رح توصل سفنها. تمام مولاي. مريم، قمري وشمسي، همشا حفيدتي الغالية، لو تعرف شو اشتقت لك يا مولاي. صدقيني شوفت وشك بتدخل الفرحة لقلبي يا مريم. إن شاء الله تكون صارت صحتك منيحة. هو بصراحة ما تخلصت منه نهائيا، بس الحمد لله إنه السنيور بيدرو حكيم محمد باشا موجود وبيعرف الدواء، وكل ما رجع لي المرض عم يعالجني. الحمد لله. مولاي، إذا بتسمحوا لي حابب أقدم السنيور بيدرو هدية للسلطانة مريم، وبتمنى تقبلوا هديتي، وإذا هالشي مناسب رح يكون بخدمتكن من اليوم يا مولاي. إيه هالشي مناسب. أنا مو قلت لك لا تطلعي من غرفتك؟ الله يوفقك. اسمعني، اوعى تصدق اللي قالوا لك يا
يعني معقولة أنا بدي خونك؟ أنا كل همي إنه أحميك وأحمي أولادنا. نوربانو روحي على غرفتك. طالما هيك فرض علي العقوبة اللي بدك إياها. إذا بدك تقتلني أنا موافقة، بس الله يخليك لا تبعدني عنك أبدا. والله بجن إذا بعدت عني. نوربانو روحي من وشي. سموه الأمير، لو رحت على قصر العاصمة بدل ما أجيت لهون، صدقني كان سموه الأمير سليم ما نجي أبداً من العقاب. لا تحكي كأنه ما بتعرف شيء. كان سليم رح ينكر، ومولانا السلطان مثل العادة بيصدقه وما بيصدقني. يلي بيهمني هلأ السلطانة. الحكيمة قالت إنه وضعه مو خطير، بس أنا حاسسها مو منيحة. حاول تعرف لي أنت. أنا بأمرك يا سموه الأمير. باشا، خير إن شاء الله يا باشا. لما طلبتوا تشوفوني أنا انشغل بالي. أنت ما عاد الطبيب يا بيدرو. قصدكم بدكم تعتقوني؟ شو هالحكي يا سينيور بيدرو؟ أنا هديتك. بس يا باشا، أنا بشو قصرت معكم؟ طيب لمين هديتني؟ قلي. سلطانة، السنيور بيدرو من اليوم ورايح صار بخدمتكم. سوكولو محمد باشا، شكراً كتير إلك. سنيور بيدرو، أنت من اليوم صرت حكيمي الخاص. شو؟ مو مبسوط بهالوظيفة؟ سلطانة، أنا كنت دايماً مخلص لحضرتكم، بس كوني عبد بنباع وبنشرى وأحياناً بنهدى، فهذا الشيء ما بيسرني بنوم. بس كوني رح كون معكم فهالشي هو أكيد من أكبر أمنياتي يا مولاتي. والمهم أنه تخلصت من محمد سوكولو باشا. متأكد من اللي عم تقوله؟ سوكولو بذات نفسه هدايا. ماشي، أنا بورجي نهايته رح تكون على إيدي. سلطانة، محمد باشا هدانية وعينته حكيمي الخاص، جهزوا له مكان يقعد فيه. كيف؟ معقول يا سلطانة؟ رستم باشا رح يهد القصر فوق راسنا وقت يعرف. مولاي بيعرف بكل شيء. وصل السنيور بيدرو على غرفته، ويا ريت تهتمي بشغلك. بخصوص سفنك، لما توصل ما رح ندخلها فورا، رح تضلها واقفة كم يوم وبعدين مندخلها على المينا. محمد باشا، ياريت لو فينا ندخلها بأسرع وقت. يعني مثل ما بتعرف حضرتك الوقت من ذهب. بصراحة أنا ما عندي وقت يا باشا، لو سمحت دخلهم. طيب مو مشكلة، هالمرة رح وافق. شكراً كتير، هذا لطف من حضرتك. حضرة الوزير الأعظم، أنا كنت جاي لحتى أشوف حضرتك. بعدين يا سنيورة، تركينا لحالنا.
انت شو مفكر حالك عم تساوي يا سوكولو؟ شو يلي بتقصده من هديتك يلي قدمتها للسلطانة؟ لوين بدك توصل بالضبط؟ مولانا شاف هالشي مناسب يا باشا. بعدين حضرتك ليش هلأ عم بتعارض يا باشا؟ ما هو صار له مدة طويلة عم بيعالج السلطانة مريم. انت بتعرف انه انا ما بدي هالرجال بقصري يا سوكولو. شو هدفك من هذا التصرف؟ انا هديتها يا للسلطانة لانه توقعت انه رح يكون مفيد لها، وبصراحة مولانا السلطان والسلطانة مريم انبسطوا كتير بهالهدية. لك انت كل مرة بتتخبى ورا مولانا السلطان والسلطانة لتبرر اعمالك، بس صدقني يا باشا هذا الشيء ما رح يستمر، لازم لاقي له حل. حضرتك عم تسبح بمي عكرة يا سوكولو، وصدقني يلي بده يحط راسه براسي رح يندم كتير ورح خليه يدفع الثمن غالي يا سوكولو. افتحوا الباب. مو معقول اللي صار. المفروض تكون علاقتي برستم باشا أحسن من هيك. معصب من محمد باشا قام فشخ الأوفيني. لا تتضايقي كتير سينيورا، لأنه في خبر رح يفرحك كتير. سفنك بعد فترة قصيرة رح توصل على المينا. إذا احتجت أي شيء خبرني يا سينيور بيدرو. أنا من الصبح ما أكلت شيء، بلكي بتجيب لي شوية فواكه، لحمة، خضرة. عن جد هالأوضة كتير حلوة. شوفي مشكلة. ولك انت شو اللي جابك وشو قصدك من هذا الشيء؟ ها يا باشا، سوكولو باشا هداني لحضرتكم، وسوكولو رح يجي يوم ورح اتخلص منه كمان. رستم شو عم تساوي؟ وقف رستم. انت غلطت كتير يا مريم، كان لازم ترفضي هدية سوكولو وتخليه عنده. اوه رستم، رستم اياك، هو ما عاد عبد، انا عتقته، هو حر. صار شخص حر؟ هو صار شخص حر، وإذا بتفكر إنك تقتله أو تأذيه رح سلمك للقاضي، ورح أقول إنك قتلت شخص حر، ووقتها إذا عرف مولانا ما رح تنفض من غضبه لو شو ما صار. بما إنه صار حر ما عاد في يعيش بهذا القصر. يا حراس خدوه زتوه برات القصر، وبأول فرصة رح أقلعه من العاصمة. حسب علمي يا سمو الأمير هاي البنت بتكون آنا أختها لديما خانو. تشبه أختها كتير. ما رح سامح سليم أبداً يا لقمان، وخاصة إنه استغل مرة وطفلة بريئة ليحقق هدفه. هو كيف بيساوي هيك شغلة؟ والله ما لي قدران أفهم هالشي. الباب، أنا بدي شوفها لديمة. أنا بنت الأمير بيازيد، افتحوا لي الباب. السلطانة عائشة كانت تحبها لديمة مثل أمها. مرة تانية رح تصير هالطفلة يتيمة. أنا عم بقلكم افتحوا لي الباب أحسنكم. ديمة ديمة
ما بيجوز سلطانة، سمو الأمير بايزيد ما بده حدا إنه يزور ابنه. طيب ليه هيك سوى أبي؟ طيب شو سوى ديما؟ ما بيجوز إلك يا سلطانة. هاتي الأكل وخدي السلطانة على أوضتها. جوهرة خانم، بدي شوف السلطانة بس شوي. بوس إيدك يا خانم. وإلك عين تطلبي؟ لا تنسي إنه لولا الولد اللي ببطني كنتي هلأ جواتي القبر. والله يا خانم سويت هالشي مشان أختي، والله العظيم هددوني إنه رح يقتلوا أختي إذا ما سويت الشي اللي بدهن إياه. خلاص اسكتي، فكرك إنه رح تضل عايشة إذا قتلتي سمو الأمير؟ نوربان وبتكون قتلت أختك الصغيرة من وقت طويل وبدون ما تترك أثر. ولك انت باي حق يا مريم بتقبلي هذا الشيطان هديه من سوكولو؟ ما بتعرفي اني مستحيل اقبل يصير هذا الشيء تحت اي ظرف. طلعي فيني، طلعي بوشي، طلعي بوشي. أنا لحد اليوم كنت مخلص لحبنا، كانت كلمة منك بتساوي عندي الدنيا يا مريم، بس أنتي ولا مرة حسستيني إنه بدك إياني، ونسيتي من زمان إنه أنا بكون زوجك وأبو بنتك يا مريم. بس هلأ تغير كل شيء، كل شيء. مع ورقة هالعتق هي أنا كمان عتقت حبنا يا مريم. عشقي وحبي إليك ما عاد في إله وجود أبدا، مات وانتهى اليوم. ومن بعد هذا اليوم صار زواجنا مو أكتر من رسميات وأمور شكلية، بس ما بسمح لك تعملي شيء قلل من قيمتي، وبتعتبري هذا الحكي انذار، ورح نفذه حتى لو بدهم يقطعوا لي راسي. تأكدي من هذا الشيء. روح وعطي هالورقة للي اسمه بيدرو وبتقله اني ما عاد بدي اشوف وشه. سينيور رستم باشا بعت لك هي. يعني أنا هلأ حربي هالورقة؟ رستم باشا بيأمرك إنه تترك العاصمة فوراً. الحبة خفت يا سلطانة، تحسنت كتير على الدواء. نشكر الله يا خانم، من الأول كنت حاسة إنه هالشي طلع لي من كتر الهموم. أدخل. السلطانة، جبت لحضرتك الحليب. هات يا سنبل، صار يلي توقعته، طلع هالمرض مو خطير والحبة خفت. الشكر لله يا سلطانة. أنا رح أعطيها العلاج اللي بعرفه، وهي الحبة رح
تختفي من جسم السلطانة، حتى رح تفكر حالها إنها شفيت نهائيا من هالمرض. بس يا سنبل آغا رح ترجع تظهر. سلطانة، وهلأ ضل موضوع واحد هو اللي شاغل بالي، ولادي الأمراء. إذا قدرت إني إنهي هالخصومة يلي بيناتهم راح روح من هون وأنا مطمنة. إن شاء الله يا سلطانة، إن شاء الله. مصطفى باشا، أهلين يا خانو. أنا أجيت لهون لأعرف شو مرض للسلطانة هيام، وضع خطير شي؟ لا نشكر الله مانو خطير أبدا، طلع بجسم حضرتها حبة، حبة عادية مو خطيرة، وضع منيح. طالما هيك ليش عاطية كل هالأهمية لمرض السلطانة؟ حتى راسمي شكل الحبة وعامل دراسة عليها، وكاتبي أكتر من صفحة بهالدفتر عن علامات المرض عند السلطانة. أكيد مخبي شيء، مزبوط حكي؟ بصراحة أنا واضح إنه نبهوكي ما تحكي. كوني مطمنة، أنا ما رح خبر حدا بهالشي. شوفي يا خانو، أنا هون وظيفتي مو بس كبير الوزراء، أنا بمثل إرادة مولانا السلطان. وإذا بعتت مكتوب لمولانا وخبرته إنه عم تخبوا عنه شي، أنت أول وحدة رح تنعدمي. مصطفى باشا، سنبل آغا يلي طلب مني خبي هالشي، وطلب مني إنه ما جيب سيرة لحدا حتى للسلطانة هيام. السلطانة صائبة مرض كتير خطير وما إله دواء، وما عنده وقت بنوب. سمو الأمير، كنت رح أطلبك يا مصطفى، شو عرفت شي عن الموضوع؟ السلطانة من شو عم تشتكي؟ نشكر الله، وضع مو خطير يا سمو الأمير. أنا حكيت مع الحكيمة من شوي، السلطانة هيام بخير. الحوادث الأخيرة يلي مرت فيها السلطانة خلت قوتها ضعيفة يا سمو الأمير. والله طمنتني بهالحكي كتير يا مصطفى. صحيح نحن بعدنا عن بعض، وظيفتك صارت عند سليم، وعلى الأغلب هو حاول إنه يلعب بعقلك، بس أنا بثق فيك بشكل كامل. مزبوط هالشي يا مصطفى؟ فيني اثق فيك؟ أنا طول عمري بخدمتك يا سمو الأمير. ممتاز، أنا بعرف إني أهملتك وما سمعت نصايحك كتير، بس من اليوم ورايح رح حاول إني استفيد من خبرتك وتجربتك. بعتذر على تدخلي يا سلطانة، بس كان واضح إنه رستم باشا ما رح يقبل إنه السنيور بيدرو يفوت على القصر. الحمد لله إنه السلطانة هيام مو هون، وإلا كانت زعلت كتير. طول عمري عايشة مثل ما بدها أمي، زوجتني غصب عني من رستم، وتحملته كل هاي السنين مثل ما بدها مشان بيزيد. كنت بدي اتطلق بس ما حدا اهتم فيني، وبعد كل هالوقت التقيت بواحد حبه قلبي وتعلقت فيه كتير، وقلت لازم استغل هالفرصة وخليه عطول قريب مني. يعني الحب مو من حقي؟ ادخل. سلطانة عود.
يا ريت في عندي شي طريقة لأمسح اللي شفتي وقت اجيتي لهون يا سلطانة. يا ريت يا سليم، بتمنى. وبظن انه ما في داعي يعرف مولانا السلطان بهالحوادث التافهة اللي صارت معنا، مو هيك؟ الشي اللي عملته يا سليم انت واخوك خطأ كبير ومو ممكن انساه، بس انت معك حق، مولانا السلطان ما في داعي يعرف بهالموضوع، بس بشرط بدك توعدني انك رح تساوي كل شيء انا بقلك عليه وما بتتصرف بنوب على كيفك. ادخل. هلأ فهمت ليش طلبتي تشوفيني يا سلطانة. برجع بعدين سلطانة. بيزيد عود. لا تحاولوا تختبروا صبري أبدا، وهالخصومة صار لازم تنتهي. سليم، رح تطلب العفو من بيزيد. أنا ما ساويت شي بيتطلب العفو يا أمي، بس مشان الصلح ومشانك بطلب العفو. يلي بيسمعك بيقول إنك مظلوم يا سليم، لا تتعبي حالك معه سلطان. أنا عم بحاول يا سلطانة، بس مثل مو شايفة هو كتير عدواني. بكفي، اسكتوا واسمعوني. حطوا عقلكم براسكم، غصبا عنكم رح تتصالحوا انت وياهم قدامي قبل ما اروح. يلا تعالوا معي ولا تشعل الفوانيس بنوب. لازم تنسوا كل المشاكل والخلافات يلي بيناتكن. كتير من الأعداء بيوم من الأيام بيصيروا أصدقاء، وأنتوا أخوة ما نكون أعداء. والله بعرف يا سلطانة وفهمان منيح، بس للأسف الإنسان إذا فقد ثقته بحدا مرة واحدة مستحيل إنه يرجع يوثق فيه مرة تانية. ومع هيك رح أتقبل العملة الوسخة اللي سواها سليم معي، بس إذا بيرجع بعيدها وقتها ما رح يقدر ولا واحد بالكون يوقفني. هو ما رح يرجع يغلط معك مرة تانية، أنا بضمن هالشي. في شغلة كمان، الجاسوسة اللي بعتها سليم على كوتاهيا إلى أخت صغيرة هون، والمطلوب إني أخذها معي لهنيك. شو هدفك من هالشي؟ مو على أساس هديك الجاسوسة بس تولد ابنك رح تعدمها يا بيزيد؟ ما عندي أي نية إني أعفي عن هالجارية، بس للأسف هالمسكينة مجرد ضحية، ساوت اللي انطلب منها لحتى تنقذ أختها، ومن حقها إنه تشوفها بآخر أيامها. أصلاً إذا ضلت هون رح يقتلوها، ولهيك بدي إياها تروح معي. وهلأ اسمحي لي. أنا ماني مستنظف القصة. خلصنا بقى، ساوي اللي طلبوا منك، روح وعطي البنت. أنا رح التزم بقرارك يا سلطانة، بس بيزيد رح يخلف بوعده، وإذا حاول يعمل شي من ورا ظهري وقتها رح أتصرف. أنا ما بشك بيزيد بنوب، هو رح يلتزم بالصلح. المهم إنه أنت ما تخلي الشيطان يوسوس براسك وتقلع هديك الشيطانية اللي بالحرم لك. Thank you.
بين فين دوسوس ديو زير ماوس. فيوجن دي اونتي ناو ايز جيفي داو نيم بابا نيمن جوسس ياو فوسس سوليفراسي استاو امبوراس ماوس ناس تيراستو امبيريو اوتومانو. شكرا لك يا سنيورا، حماكي الرب من كل شر. دير بالك على حالك، كل خطوة خطأ بتخطيها ما رح تضر سليم بس، ورح تضرك إلك كمان. سليم، اوعك تنسى الشي اللي قلته يا ابني، المرة الجاية ما في مجال للعفو. أخيرا راحت. أكيد سمو الأمير بعد مدة قليلة رح ينسى كل شيء قالت له إياه. سلطانة لا تكوني كتير واثقة. عندك فكرة ليش مولانا طلب يشوفنا نحن اثنين يا سينيورا؟ ما بعرف يا باشا. باشا؟ سوكولو سينيورا باشا. ادخل. عندك علم باللي صاير يا محمد باشا؟ سامحني يا مولاي، أنا ما بعرف حضرتكم عن شو عم تحكوا. سينيورا مينديس من دون إذني عم تنقل شركاء بالدين لأراضي الدولة العثمانية، يعني عم تنقل البشر بدل البضاعة. هالموضوع أنا ما عندي علم فيه يا مولاي. سينيورا أنت كيف بتتصرفي هيك؟ مولاي السلطان سليمان المعظم، بترجاك اسمح لي اشرح لك موقفي. احكي يا سينيورا، انا طلبتك مشان اسمعك، ان شاء الله يكون عندك تبرير معقول لهذا التصرف. مولاي بلجأ لعطفكن، ورا تصرفي 100 ولد ونسوان حياتهم متعلقة بهذا الشيء. جدودكن العظماء فتحوا بوابهم لليهود اللي كانوا عم ينقتلوا من المسيحيين. أنا غامرت بهالشي لأنه ما عندي شك بعطفك ورحمتك يا مولاي. بتمنى أنكم تعفوا عني وتسامحوني يا مولاي.
شركائك بالدين فتحوا معي هذا الموضوع، وأنا قلت لهم إنهم هني تابعين لإلي، وحذرت البابا وجماعته لحتى يتركوا اليهود يعيشوا أحرار وبأمان بأراضيهم ويرجعوا لهم البضاعة اللي تصادرت. للأسف يا مولاي، مو لأني يهودية عم بحكي هالحكي. رموهم بالسجون وظلموهم بس لأنهم بيتبعوا الدين اليهودي، وفي قسم منهم اعتبروهم عبيد وخلوهم يجدفوا بالسفن. 24 شخص ربطوهم وحرقوهم. العالم المسيحي معناته الموت لجماعتي، والمكان الوحيد الآمن لإلي هو أرضك يا مولاي. صدقني أنا عرفت بعد ما طلعوا، ولهيك خفت إنه حضرتك ترجعهم، خفت عليهم يواجهوا الموت. البابا كيف بيتجرع هالشي؟ يعني هو عم يتحدى إرادتي؟ بس ذنبك كبير لأنك ما خبرتيني بالتطورات يا سنيورة، وخاصة إني كنت كريم معك كتير. سامحني يا مولاي، بترجاك تسامحني. قدام قرارك رقبتي أرفع من الشعر، وإذا قررت ترجعهم أنا رح روح معهم. بتعرف إذا رجعنا شو رح تكون نهايتنا؟ عزرائيل رح يكون بانتظارنا. سلطانة، أخ يا سنبل. سلطانة، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قراركم الأخير بخصوص السنيورة مينديس، يلي ساوته مو منيح أبدا مولاي. الطريق اللي ماشي فيه السنيورة مو صح، بس هالشي مو معناته إنه نرجع اليهود يلي إجوا. بالعكس، رح نتواصل مع البابا مشان اليهود يلي مسجونين بالبندقية ونطالب بتحريرهم، وإذا ما استجاب لإرادتنا رح يتعاقب. بالأرض يلي بحكمها يا رستم، كل شخص حر باعتناق الدين اللي بده إياه، بس يكون تحت ظل القانون. سامحني على جرأتي يا مولاي، بس بظن هذا الشيء رح يفتح علينا أبواب كتيرة يا مولاي. يعني اليهود الجايين ممكن يعملوا مشاكل، وهالشي ممكن يأثر على الاستقرار بالدولة. كيف شايف هالورد يا رستم؟ ألوان مختلفة سبحان الخالق يا مولاي. شيل الأربعة اللي قدامك. وهلا كيف لقيتهم؟ قبل كانوا أجمل يا مولاي. رب العالمين بحب التنوع، وإلا كان خلق نوع واحد من الورد، ونوع واحد من الطيور، ونوع واحد من البشر. طلع حواليك، نحن مختلفين. كانت هاي الطاولة حلوة لأنه كل الورد بالرغم من تنوعهم كان سواسي. بالأرض اللي أنا بحكمها يا رستم، لازم إنه يعيش فيها المسلم واليهودي والمسيحي بحب وسلام، ويتعاملوا كلهم بمساواة يا رستم، تماما مثل هدول الورود. تنوع بدولتنا هو الغنى يا رستم.
سلطانة. ليش عم تبكي سنبل؟ مر الزمن بهذه السرعة. ما زلت أذكر البارحة عندما كنت طفلة صغيرة. فجأة الزهور المتفتحة ذبلت، والشمس الدافئة بردت، والألوان الزاهية شحبت، وفجأة كل الحروب والصراعات انتهت، حتى اللقاءات والأشواق للأسف انتهت. سليمان، يا سلطان قلبي، بوجودك كانت ورود قلبي تتفتح، وحضورك كان يشعرني بالدفء والأمان، وكانت أيامي مليئة بالألوان. ولكن عندما أبعدتني عنك أصبح كل شيء رمادي، وهو الموت يدق بابي وينادي باسمي. الموت يذكر اسمي الآن. وجودي هون ما بيعني إني عفيت عنك. أنت رح تنعدمي بعد ما يولد ابني اللي ببطنك. أساساً ما عد لحياتي مع ابنه يا سمو الأمير. على الأقل ما رح تموتي وأنت زعلانة. أختك حتكون بإيدين أمينة. يا حراس! أختي! Thank you.
حبيبتي سلمى انت منيحه؟ سمو الأمير الحمد لله أنك أجيت. نور بانو أنا ما سامحتك، كنت مخبر جلالته أنه إجا الوقت ليستلم الأمير مراد ولاية وهو وافق، عينه على ولاية أيدن وانتي رح ترافقي لهنيك. الله يخليك سليم، لا تبعتني لهنيك لأنه رح يقتلوني أول ما بوصل. السلطانة كانت مصرة بالدراسك، بس أنا هيك أنقذتك بعد اللي ساويتي، مو المفروض تبقي عندي، صدقيني هيك أحسن للكل. في شي يا باشا؟ سمو الأمير، في موضوع حابب أحكي فيه معك، مهم وضروري كتير. استناني هون يا غضنفر. ايه يا باشا، عم بسمعك. سمو الأمير، حضرتك طلبت مني إنه أنسى ماضيي وعلاقتي مع الأمير بايزيد ووقف في جنبك وساعدك. صحيح، وعرضي لساته بمحله، إن شاء الله إذا وقفت بصفي رح تاخد اللي بتستاهله وأكتر. وبعد تفكير كتير لقيت إنه أترك الأمير بايزيد مو شي سهل، لكن مانو مستحيل. أنا فكرت جدياً بهالموضوع بعد الشي اللي عشناه مؤخراً. من اليوم ورايح عيوني رح تشوف مشانك، أداني رح تسمع لألك يا سمو الأمير. يعني إن شاء الله أنا رح ساوي كل شي بقدر عليه لتوصل للعرش. قرارك سليم يا باشا، إذا أنا استلمت العرش أنت رح تكون جنبي. شو حتقضي طول الطريق بكي يا سمبل؟ هلا أنا ما رح أعتمد على كلام الحكيمة، أكيد في دواء لهذا المرض. أنت أكتر واحد بتعرف كم مرة بحياتي قدرت أتغلب على الموت، وبتعرف كم مرة حاولوا يقتلوني. أنا السلطانة ويام، وما في شي ممكن يهزمني. أكيد رح تقدري يا مولاتي، ومثل ما قلتي ولا مرة حدا قدر يهزمك، وأكيد هالمرة الموت كمان ما رح يقدر عليك. اشتعلت الشمعة ليلة البارحة بنار الحب، خرج منها دخانها وخرج من قلبي الآه. رفت الدموع وبكت طوال الليل حتى ظهر الصباح، والحال أن الشمعة علمت بهمومي العميقة. كلما احترقت تصبح نارها قلبا يضحك بالحب، والشمعة تبتسم كل لحظة على موتها. يا ذات الوجه القمري، اجعلي قلبي ينبض، فأنا كالشمعة أذوب كل لحظة ولحظة.
لا، لا تنكر الرقة. الحبيب رأى نار آهي على لساني وقال: يا للعجب، أصبحت الريح صديقا للشمع. قول سنبل. شو في يا سنبل؟ مولاي السلطان، السلطان هو يا ما بدا حدا يعرف بهذا الوضع، بس المفروض حضرتك تعرف بكل شيء يا مولاي. أنا بعرف إنه شفاها هو حضرتك، لهيك ساعدوها يا مولاي. سلطانة هي مريضة كتير ووضع مو منيح بنوب. Thank you.
الله.